بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد وحصاد الأهلي. افتحوا التتش للجمهور، ده كل جمهور النادي الأهلي، الكل يريد المؤازرة قبل سفر إلى المغرب إن شاء الله يوم الأربعاء. افتحوا التتش للجمهور، جمهور النادي الأهلي حينما يحضر دائما يحدث الفارق. الكل شاهد ما حدث قبل لقاء الترجي حينما كان الأهلي متعادل بهدفين مقابل هدفين، وجاءت النتيجة في الآخر لمصلحة النادي الأهلي بعد وجود الجمهور النادي الأهلي في التتش. مؤازرة الجمهور دائما تحفز اللاعبين، المحرك الرئيسي لكل ما يحدث في إنجازات النادي الأهلي هو جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي هو حصن النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي هو دينامو النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي هو اللي بيدفع كل طاقات اللعيبة حتى يصل إلى نهاية الأمر وهو الحصول على بطولة للنادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي يحتاج إلى وجوده في المدرجات من أجل أن يدعم الفريق، من أجل المؤازرة، من أجل التشجيع. كل شاهد ما حدث في ملعب التتش والتأثير. نادي الأهلي ذهب إلى الترجي في تونس وتحول التأخر إلى فوز في رادس بهدفين مقابل هدف. جمهور النادي الأهلي وجوده بيحول الأمور تماما، والكل شاهد ما حدث في لقاء الوداد الأول. حتى بعد ما استقبلت شباك النادي الأهلي هدف كان فيه تشجيع، وبعد المباراة كان فيه تشجيع، وده درس من جمهور النادي الأهلي بيعلمنا. جمهور النادي الأهلي يعلم، ليس فقط يؤادر، ليس فقط يدعم. جمهور النادي الأهلي يعلم ويعطي دروس للكل، للجميع، أن حب النادي الأهلي عشق لا ينتهي، أن النادي الأهلي دائم التقدم إلى الأمام بوجود جمهوره. جمهوره ده حماه وعلى الحلوة والمرة معاه. ده كلام مش مجرد كلام مرسل، مش مجرد كلام موجه، ده كلام حقيقي وواقع، وهذا الواقع نعيشه دائما وأبدا مع جماهير النادي الأهلي الوفية اللي دائما ما تلبي النداء. افتحوا التتش للجمهور، هو ده شعار قناة الأهلي في هذه الأوقات. النادي الأهلي يحتاج إلى الدعم. شفنا التابلو الفني الجميل اللي جه من جمهور النادي الأهلي في ملعب برج العرب بالإسكندرية، تابلو فني في طريقة التشجيع، في الألوان، في الأغاني، في المعاني، في كل شيء، في حدث في لقاء الأهلي والوداد، وأيضا من قبله لقاء الأهلي والترجي، وأيضا من قبله لقاء الأهلي وأمام زناكو والقطن وكل المباريات والنجم الساحلي. كل المباريات اللي لعب فيها النادي الأهلي بجمهور أعطى الدرس للجميع، أعطى الدرس لمسؤولين الكرة المصرية إن جمهور النادي الأهلي قادر على إنه يديك آليات إن إزاي الجمهور ترجع، آليات في الالتزام، في التشجيع الوفي. مفيش أي مشاكل حدثت من جمهور النادي الأهلي حتى لما دخل التتش لتشجيع اللعيبة في التمرين، كان على أعلى مستوى من التشجيع، وده النموذج اللي بيقدم من جمهور النادي الأهلي لكل مسؤولين الكرة وحتى للجماهير الأخرى. عايز تتعلم يعني إيه حب؟ شوف جمهور النادي الأهلي بيعمل إيه. عايز تتعلم يعني إيه وعي؟ شوف جمهور الأهلي بيعمل إيه. شوف الثقة اللي ما بين الجماهير وما بين الفريق لتشجيع لآخر ثانية لصفرة الحكم. جمهور النادي الأهلي عنده ثقة إن النادي الأهلي دائما قادر على العودة مرة أخرى في أي وقت. جمهور النادي الأهلي لما تتكلم معاه من بعد التعادل مع الوداد، وحتى في بعد التأخر بهدف أمام النجم الساحلي والخسارة في سوسة، هو يقول لك الأهلي قادر على العودة، الأهلي عودنا على كده، الأهلي أعطانا دروس إن مفيش مستحيل. الثقة دي جت ما بين العلاقة، علاقة العشق، وعشق حتى يعني آخر معاني العشق ما بين جمهور النادي الأهلي وما بين فرقة الكرة في النادي الأهلي، وما بين عشق الكيان. آدي مدرج التتش في التمرينة اللي كانت قبل توجه النادي الأهلي إلى تونس وقبل السفر، وشوفوا الكلام اللي كانوا، الأغاني اللي كانت والرسائل اللي وجهت من جمهور النادي الأهلي إلى لاعيبة النادي الأهلي، إلى كابتن حسام البدري، إلى شريف إكرامي حينما كان مخطئ، إلى كل اللعيبة، إلى وليد أزارو، إلى عبد الله السعيد، إلى كل المنظومة، لعيبة النادي الأهلي، حسام عاشور، كل الكل تم تشجيعهم. وأسيب حضراتكم مع أغاني الجمهور وأرجع وأكمل كلامي. Yeah.
كرة للجماهير. جمهور الاهلي كبير، جمهور الاهلي عظيم مش بس كبير، جمهور الاهلي بيحرك الصخر. شايفين المعاني والرسائل. وخلينا برضو نقول حاجه مهمه جدا، يجب ان نقدر ونحترم ونشكر الكابتن حسام البدري على الموقف اللي الصراحه مش بس بيدينا دروس قد ايه يعني ايه حب النادي الاهلي، يعني ايه واحد من ولاد النادي الاهلي هو اللي ماسك القياده الفنيه، لا هو بيديك يعني ايه انك تبقى بروفيشنال، يعني ايه انك تبقى محترف على اعلى مستوى. هو ده اعلى مستوى من الاحترافيه، والاحترافيه بتبقى فيها على اعلى مستوى مش بس من الناحيه الفنيه، لكن لما تكون كمان بتستخدم قلبك وانت بتشتغل بتتفانى في عملك. بعد الحادث اللي يعني تعرضت ليه نجلته في كندا، وكمان الغربه بتفرق، يعني حتى هي ما كانتش في القاهره، لا ده كمان في كندا في ابعد مكان من القاهره او من برج العرب. وصراحه اي واحد تاني في موقفه كان هيبقى الامر بالنسبه له في منتهى هو كان في منتهى الصعوبه، ولكن اي قرار خده الكابتن حسام البدري في الذهاب كان هيبقى يحسب له. لكن خلينا نشوف جمهور النادي الاهلي بيقول ايه للكابتن حسام البدري اللي بنشكره مره ثانيه وثالثه ورابعه والف على وجوده وقيادته الفنيه. أقل حاجة من جمهور النادي الأهلي الكابتن حسام البدري الصراحة. شايفين التشجيع والرسائل. برضو الكابتن حسام البدري كان بيتعرض لضغوط بعد لقاء الذهاب، ولكن جمهور النادي الأهلي واعي وعارف مين اللي بيحب النادي الأهلي، عارف مين اللي بيتفانى في خدمة النادي الأهلي. فعشان كده شفتوا التشجيع حسام يا بدري، والتشجيع حسام يا بدري حسام يا بدري، وبعدين أفريقيا يا بدري وأفريقيا يا أهلي لكل المنظومة أفريقيا يا أهلي. وإحنا لسه بنكررها، عايزين نشوف المشهد ده مرة تانية في التتش إن شاء الله قبل ما الفرقة تسافر يوم الأربعاء. عايزين نشوف المشهد اللي حضراتكم شفتوه، استقبال حافل لفريق الكرة بالنادي الأهلي، استقبال حافل للكابتن حسام البدري. وده أقل حاجة من جمهور النادي الأهلي اللي يحب ويعشق الكابتن حسام البدري، لأنه شايف قد إيه هو بيتفانى في عمله. الراجل عليه ضغوطات كتير جدا، الراجل وبنته عندها حادثه، لم يترك فريق كره بالنادي الاهلي وتمسك بالقياده الفنيه، وصراحه شيء يحسب له. مره ثانيه اسيبكم مع تشجيع النادي جمهور النادي الاهلي للكابتن حسام البدري وارجع واكمل كلام. عايز تتعلم اتعلم من جمهور النادي الاهلي. شوف الوعي، شوف الحب، شوف العشق،
شوف الرسائل اللي بتدعم الفريق، شوف ازاي توقف فرقتك مره ثانيه، شوف ازاي الاحتفال، شوف ازاي الاستقبال لفرقه بتتعادل. هو ده جمهور النادي الاهلي، فرقه بتتعادل في دوري ابطال افريقيا، هو ده جمهور النادي الاهلي، هو ده الدعم. عشان كده جمهوره ده حماه، ده اللي بيبين لك يعني ايه جمهور النادي الاهلي، هو ده حماه. مره ثانيه وادعو واطلب من مجلس اداره النادي الاهلي المهندس محمود طاهر، سياده اللواء شين شمس، المدير التنفيذي للنادي الاهلي، افتحوا المدرج لجمهور النادي الاهلي قبل السفر الى المغرب. ابتدي مع حضراتكم اخبار النادي الاهلي وان شاء الله ما سيحدث بعد السفر الى المغرب. النادي الاهلي سيقرر التدريب على فترتين بعد وصوله الى المغرب ان شاء الله. طبعا المباراه هتبقى يوم السبت ان شاء الله في اياب دوري ابطال افريقيا، هبتدي مرانه الاول يوم الخميس في نفس موعد المباراه ولكن على ملعب الفرع الاستاد محمد الخامس، ثم هيخوض تمرينه الرئيسي قبل اللقاء بيوم على ملعب نفس طبعا على ملعب محمد الخامس. هذا الملعب اللي هو ملعب محمد الخامس هو اللي هيتم طبعا استقبال اللقاء. في هذا الملعب النادي الاهلي هيتمرن في نفس توقيت المباراه ان شاء الله تبقى في العاشرة مساء، وان شاء الله هيقام اللقاء يوم السبت المقبل. خلينا اقول لحضراتكم ان كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سمير عدلي، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، وكابتن سمير عدلي طبعا اخصائي العلاقات الخليجيه، وكابتن سمير عدلي من الناس اللي عندها خبرات كبيره جدا من قبل مونديال 90، ربنا يديله الصحه، حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه. وكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا فيجو الكره المصريه، يعني دينامو النادي الاهلي في كل الامور. هيكونوا مسافرين ان شاء الله في الثامنه من صباح اليوم الى المغرب عشان ينهوا او يرتبوا كل اجراءات السفر والاقامه لبعثه فريق النادي الاهلي في المغرب. النادي الاهلي هيصل الى المغرب ان شاء الله، هيبتدي سفره يوم الاربعاء، ويعني هيوصل ان شاء الله مساء الاربعاء، وهيبتدي تمريناته من الاستعداد ابتداء من يوم الخميس. وكل هذه الامور هيكون كابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ مخلصينها تماما ومتفقين على كل شيء على اعلى مستوى، مجهزين كل شيء على اعلى مستوى عشان بعثه النادي الاهلي تكون في اتم راحه واتم استعداد لمواجهه الوداد المرتقبه باذن الله. خلينا اقول لحضراتكم ايضا ان مروان محسن لاعب فريق طبعا النادي الاهلي ومهاجم منتخب مصر ومهاجم النادي الاهلي ابتدى يخش في تدريبات الجماعيه تدريجيا بعد يعني هنقول كفاحه مع اصابه الرباط الصليبي. مروان محسن كان مع كاس الامم الافريقيه في ملعب الجابون واحد الملاعب اللي حتى انتقدناها النهارده في استاد الاهلي مع كابتن شريف عبد المنعم. مروان محسن من اللعيبه الرجاله، من اللعيبه اللي بتكافح من اجل العوده مره ثانيه، وابتدى يخش تدريجيا في فريق استعداداته مع الجمعيه مع الفريق الكره، ودي كابتن محمد ابو العيلة وكابتن خالد محمود وكل الاخصائيين برضو والكابتن انيس الشعلالي، الكل تحت قياده الكابتن حسام البدري، حتى الدكتور هاني اخصائي التغذيه عاملين برنامج معين لمروان محسن حتى يعود مره ثانيه على اكمل صوره وافضل صوره في التدريبات الجماعيه ويكون جاهز مع النادي الاهلي. برضه عايز اقول لحضراتكم ان دكتور خالد محمود طبيب الفريق قال ان علي معلول هو كمان يتم اجراء فحص طبي له اليوم عشان معرفه موقفه من المشاركه في الوداد المغربي، واجهاد في العضله الخلفيه كان يعني تعرض له علي معلول في لقاء الوداد، ولكن ان شاء الله يكون يعني حاجه خفيفه جدا ويقدر ان هو يتغلب عليها سريعا. ده ابرز ما جاء في اخبار النادي الاهلي. علي معلول من اللعيبه اللي تحدث فارق، من اللعيبه اللي محتاجها النادي الاهلي في لقاء الوداد، من اللعيبه اللي بتبان شخصياتهم في اللقاءات الكبيره. علي معلول كان حاضر في الماتش الترجي التونسي، كان حاضر بقى في لقاء النجم الساحلي، وان شاء الله يكون حاضر في الوداد المغربي باذن الله، ويكون احد صناع الفرص والاهداف للنادي الاهلي. النادي الاهلي يحتاج الفوز باي هدف او النتيجه التعادل بنتيجه ايجابيه اكثر من 1-1 حتى يتوج بكاس افريقيا الكاس التاسعه باذن الله.
ونكمل اخبارنا واخبار النادي الاهلي. حاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات باتحاد الكره بيصرح ان النادي الاهلي رسميا طلب اليوم اللعب على ملعب استاد القاهره. صراحه هذا الخبر كان وزير الرياضه معالي وزير الرياضه المهندس خالد عبد العزيز كان في زياره للنادي الاهلي يوم الخميس، وكان في ندوه للمهندس محمود طاهر عشان موضوع الانتخابات. وفي خلال هذه الزياره معالي الوزير خالد عبد العزيز وكان طلب منه مهندس محمود طاهر وايضا المدير التنفيذي سياده اللواء شين شمس اقامه مباريات النادي الاهلي على ملعب استاد القاهره، وقال ان ما فيش اي مشاكل. نفس الشيء بيكرره اليوم النادي الاهلي طلب رسمي. والحاج عامر حسين بيقول ان احنا منتظرين الموافقه الامنيه، ولكن النهارده لقاء وادي دجله والزمالك اللي تفوق فيه الزمالك على وادي دجله بثلاث اهداف مقابل لا شيء كان اقيم على ملعب استاد القاهره. استاد القاهره هو عصب الكره المصريه، استاد القاهره ده تاريخ، استاد القاهره ده من الانجازات اللي تحسب لموجود وجود الكره المصريه، تاريخ الكره المصريه وهي موجوده في ممثله في استاد القاهره، استاد القاهره اللي تم طبعا اخذ قرار بنائه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان يقسم دائما للجمهور ان انت تاخذ قرار في هذا التوقيت بدايه الخمسينات انك تنشئ ملعب يكون يسع لاكثر من 80,000 متفرج، ولو في بعض الاحيان استاد القاهره ده كان بيشيل 100 و120,000 متفرج، ويجي يقول لك الساعه الرسميه الان 60,000 متفرج، ولكن استاد القاهره ده شاهد على كل انجازات الكره المصريه، كل تاريخ الكره المصريه سواء مع النادي الاهلي او مع نادي الزمالك او مع منتخب مصر. استاد القاهره ده كان بيتقال عليه هو استاد الرعب بالنسبه للانديه والمنتخبات الاخرى اللي بتيجي تشوف الجمهور. طبعا انت شايف استاد القاهره وهو فاضي تحس بالاحباط. الكل احنا اتربينا على استاد القاهره، اتربينا على دخول استاد القاهره، حتى الجمهور اللي قاعد هو يخش من اي حته ويقعد في اي مكان. زمان هقول لحضراتكم حاجه، كان ما كانش فيه موبايلات وما كانش فيه اي حاجه، الاجيال بقى القديمه شويه طبعا احنا مش قدام قوي يعني، كان اللي بيتوه بنروح نتقابل على يافطه بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي في وسط استاد القاهره. تخيلوا ان حتى استاد القاهره مرتبط مع الجمهور بكل شيء، كل ذكرياتك الـ6-1 كانت موجوده هناك، كل بقى بدايه الاهلي في دوري ابطال افريقيا واول بطوله في 82، وبعد كده مرورا بابطال الكؤوس بقى 84 و85 86 ابطال افريقيا تاني في 87، كل الكلام ده كان في استاد القاهره. النادي الاهلي من افضل مبارياته كانت في استاد القاهره، فاستاد القاهره علاقته مع جمهور النادي الاهلي علاقه جميله جدا، وكل ماتشات الاهلي والزمالك لو حضراتكم يعني التاريخيه وحضراتكم تتذكروا ان الحته بتاعت النادي الاهلي في الماتشات اللي بيقسم فيها الجمهور، جمهور النادي الاهلي بتبقى حتته متقفله من قبل الماتش ب4-5 ساعات، فالناس مرتبطه باستاد القاهره، وبنطلب مره ثانيه تسهيلا على كل شيء. استاد القاهره الصراحه مش ناقصه حاجه غير ان الجمهور يخش وان الماتشات تتلعب عليه، يعني انا بكون عندي حاجه بهذه القيمه. وطبعا بعد تجديده في بصوا يا جماعه بقى المنظر بتاع استاد يعني استاد برج العرب ووجود الجمهور فيه، عايزين نشوف نفسنا نشوف استاد القاهره فخر الصراحه يعني، وتاريخ فخر لانه تاريخ. انا بكلمك استاد القاهره ده انشئ قبل ما دول تاخد استقلالها، وبتكلم بمنتهى الصراحه استاد القاهره ده انشئ قبل ما دول تاخد استقلالها، فبنتكلم على تاريخ للكره المصريه، وكل الرموز في الكره المصريه مرتبطه باستاد القاهره، حتى الجمهور لحد دلوقتي مرتبط باستاد القاهره. وما ينفعش يبقى في اجيال ما تفهمش لسه يعني، الناس الصغيره في السن اللي ابتدت بقى، طبعا احنا بقالنا داخلين بقى في كام سنه من غير جمهور، ويا دوبك هي ماتشات افريقيا بس اللي بنلعب فيها بجمهور، ما تعرفش حاجه عن استاد القاهره، لازم يعرفوا ده تاريخ استاد القاهره، ده تاريخ الكره المصريه، والكل بيتذكر ماتشات ماتش مصر والمانيا في كاس العالم 97 كان في ناس فوق الساعه، ماتش مصر والجزائر تصفيات كاس عالم 90 كان في ناس برضو بتقعد فوق الساعه، والدنيا كانت يعني حاجه جميله جدا. استاد القاهره نتمنى رجوع الجمهور مره ثانيه فيه، وان النادي الاهلي هيلعب ان شاء الله اسوه بنادي الزمالك ماتشاته في استاد القاهره. بكمل مع حضراتكم اخبار النادي الاهلي، والفيفا بيخاطب النادي الاهلي ل يعني معرفه عدد البعثه اللي هتروح كاس العالم للانديه ان شاء الله في حاله فوز النادي الاهلي بكاس العالم. الناس في الفيفا
بتبقى منظمه الى حد ما. الناس في الفيفا بتبقى خلاص في عندك فريقين وصلوا للمباراه النهائيه، واحد فيهم هيكون موجود في كاس العالم للانديه، يبقى برسل لهذا الفريق وبرسل للفريق الاخر واعمل حساباتي وترتيباتي عشان ما افوجئش باي شيء بعيد عن الاجراءات التنظيميه في كاس العالم للانديه. وكنا نتمنى الاتحاد الافريقي يبقى كده في موضوع التحكيم، يعني احنا حتى خبراء التحكيم اللي دخلوا معنا مداخلات واجروا معنا العديد من المداخلات لابراز ما حدث في ماتش الاهلي والوداد، ولماذا الحكم الاثيوبي في ملاكه سيمبا، تحس ان ما فيش تنظيم من الاتحاد الافريقي، وان لجنه الحكام برئاسه ادي مايفي الاتحاد الافريقي فجاه اتزنقت ان انا عندي ماتش فاينل وان عندي كذا حكم، هم دول حكام النخبه وهم دول اللي هيكونوا موجودين في المباريات النهائية، وتلاقي حكم بعيد تماما عن المستوى المطلوب بيحكم لك ماتش نهائي يعمل لك فارق. وشفتوا طبعا ضربة الجزاء الصحيحة اللي كان تم التغاضي عنها. الفيفا طلب في خطابه الرسمي ان هو يعني ارسل للنادي الاهلي خطابا رسميا اليوم الاتحاد الافريقي موجها من الفيفا وتحديدا اللجنة المنظمة لبطولة كاس العالم للأندية. طلب من الفيفا من النادي الاهلي يحدد قبل نهايه الاسبوع الجاري اسماء البعثه الرسميه اللي هتسافر مع الفريق الى الامارات حاله صعوده لمونديال الانديه، على ان تضم البعثه 63 فردا مع السماح باضافه اسماء اللاعبين. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يكون بعثه النادي الاهلي هي اللي موجوده في مونديال الانديه. باذن الله النادي الاهلي قادر على العوده من المغرب، والجمهور واثق من العودة مرة أخرى من المغرب بإذن الله منتصرا. نادي الأهلي يحتاج إلى تعادل إيجابي أكثر من 1-1 وأي فوز، والأهلي قادر على الفوز، وعودنا أن مفيش مستحيل مع النادي الأهلي، مفيش مستحيل. أروح من أجواء دوري أبطال أفريقيا وأجواء النادي الأهلي أذهب إلى لاليغا في أسبانيا، دوري الإسباني، والفريق ريال مدريد الفائز يعني الحاصل أو حامل اللقب، ومش بس حامل لقب الدوري الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج، بيسقط أمام فريق لسه صاعد. ومنين؟ من إقليم كاتالونيا. كاتالونيا فيها فرقتين، فرقة مشهورة وأحد أشهر الفرق في العالم هي برشلونة، وايضا في فريق اسمه اسبانيول، ودول بيلعبوا في الدوري الاسباني، حتى النادي الاهلي اللي واجه فريق اسبانيول في احد اللقاءات الوديه من قبل. ولكن فرقه اسمها جيرونا تروح تلاعب ريال مدريد على ملعبها ملعب مونتليفي، وفريق ريال مدريد يسقط امامها بهدفين مقابل هدف بعد ما كان متقدم بهدف عن طريق اسكو. ولكن يبدو ان الامور مع زين الدين زيدان في الليجا في الدوري الاسباني حتى الان غير منضبطه. الان بعد هذه الخساره من فريق بيلعب في الدوري الاسباني وبقاله كتير جدا، دي اول فريق يهزم ريال مدريد جيرونا في اول مواجهه ما بينهم من 1990، في ارقام كتير جدا حققها فريق جيرونا في هذا الانتصار ده. بابلو ماكينا المدير الفني لفريق جيرونا امام زين الدين زيدان، وتصافح كبير جدا زيدان. وادي بقى اعلام كاتالونيا والاقليم والانفصال، وانتم عارفين الموضوع الطابع السياسي على فكره في اسبانيا. اسبانيا كان فيها حرب اهليه في الثلاثينات، ودي عملت انشقاق كبير جدا في المجتمع الاسباني. تلاقي اقليم الجنوب اللي هو فيه بقى جرانادا وفي مالاجا وفي اشبيليه وفي ريال بيتيس، دول ما عندهم كده طباعهم. تلاقي اقليم بنادورم اللي فيه فالنسيا برضه له طباع. تلاقي اقليم بقى كاتالونيا اللي عايز ينفصل برضه له طباع ومصمم على الانفصال، وانا مش اسبانيا ومش دعوه بالمملكه، وحتى لو هطلع بره الدوله الاسبانيه ما عنديش اي مشكله. ايضا اقليم الباسك الشمال اللي فيه يعني الشمال هنتكلم بقى في الفلوس والبزنس والاستثمار، وبرضه له طباعه. وهتلاقي حتى فريق اسمه اتلتيك بلباو، حتى ما سماهاش بالاسباني اتلتيكو، لا ده سماها اتلتيك تمسكا بمحاوله ابتعاده عن اسبانيا. وبعدين مدريد العاصمه والملكيه والتمسك، ونادي حتى ريال مدريد تلاقي اللوجو بتاعه عليه تاج الملك الاسباني. فهذه الامور بتاثر في طبيعه الدوري الاسباني، وتلاقي يعني ريال مدريد لو قلت لحضراتك لما بيروح اشبيليه بتشوف الماتشات عامله ازاي. ريال مدريد بقاله فتره كبيره جدا فريق او ملعب اشبيليه هو اللي بيخسروا الدوري. نفس الشيء بالنسبه لبرشلونه لما بيروح برضو اقليم الباسك، هتلاقي كده في شويه تغيرات سياسيه
بتلقي بظلالها على الدوري الإسباني. لم ينجح بنزيما، لم ينجح هالبون كريستيانو رونالدو، لم ينجح مودريتش، لم ينجح نجوم ريال مدريد في التفوق في هذا اللقاء. ريال مدريد لم يفز بأي لقب بعد ما كان الفارق ما بينه وما بين المنافس لبرشلونة. برشلونة عنده 28 نقطة، ريال مدريد عنده 20 نقطة، متساوي مع الأتليتيكو، ولكن فارق الأهداف لريال مدريد. بالنسيا في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، وريال مدريد لم يفز مطلقا بالدوري لما اتسع الفارق إلى 8 نقاط. دي حاجات من اللي عملها جيرونا، وادي مفاجآت الدوري الإسباني. الناس كلها تقول لك لا، الدوري الإسباني دايما بيبقى مقسوم ومفيش فرق صغيرة بتفوز كفرق كبيرة. ادي فريق جيرونا بيحدث المفاجأة ويتفوق على ريال مدريد، بطل أوروبا وبطل الدوري الإسباني. باتريك كلايفرت، واحد من أكبر نجوم المنتخب الهولندي، واحد من أكبر نجوم فريق أياكس، فريق برشلونة الإسباني، بيشجع منتخب مصر. كان في إيفنت، كان في مؤتمر النهاردة ما بين باتريك كلايفرت وأحد البنوك اللي موجودة في مصر، وأعلن فيه باتريك كلايفرت أنه هيكون داعم للفراعنة في كأس العالم. كلايفرت قال أن خروج المنتخب الهولندي من تصفيات كأس العالم في روسيا 2018 هيخليه يشجع منتخب مصر، وقال أنه هو بيدعو أهله وأصدقائه في أنه يأتي إلى مصر، ودي حاجة جميلة جدا. باتريك كلايفرت ده واحد من النجوم الكبار جدا 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 في تاريخ الكرة الهولندية، واحد من الناس اللي حققت الشامبيونز ليج أو دوري أبطال أوروبا مع فريق أياكس في 96، وكان له تواجد أكثر من رائع. لو تفتكروا يورو 2000 كان هداف من هدافي البطولة، وصلوا للسيمي فاينال وواجهوا إيطاليا في دور نصف النهائي، وإيطاليا تفوقت بضربات الجزاء. يعني له حاجات كتير جدا، لعب في إي سي ميلان، سي في قوي جدا 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 لهذا النجم الكبير اللي احنا بنتمنى ان النجوم تكتر في مصر. دي مبادرات، شفنا رونالدينيو، شفنا ميسي، شفنا كريستيانو، شفنا ناس كتير دم تعويتها في مصر، ودي حاجة مفيدة جدا لتنشيط السياحة. وويلكم كلايفرت، لعيب كبير جدا. خلينا نروح برضو لكأس العالم، ونروح لتصريحات مدرب حاصل على كأس العالم، وهو خواكيم لوف، مدرب منتخب المانشافت أو الماكينات الألمانية. مدرب ألمانيا خواكيم لوف من المدربين اللي فاهمين كرة كويس قوي، وكان له دور كبير جدا في أن ألمانيا تتصدر المشهد على الصعيد العالمي ويفوز بكأس عالم 2014 بعد ما فاز على البرازيل في نصف النهائي بسبع أهداف، فاز على الأرجنتين، فاز على فرنسا، فاز على البرتغال، فاز على غانا، يعني كل الفرق القوية في كأس العالم كسبها. رغم عن ذلك بيطلع يقول ان البرازيل هي اقوى مرشح معايا، او هو ما قالش معايا، اكتر المرشحين في المنافسة على كأس العالم مع المنتخب الألماني. وده بيقول لك الوعي دلوقتي، فريق البرازيل على أعلى مستوى، وجود نيمار، وجود كوتينيو على أعلى مستوى، وجود جابرييل خيسوس المهاجم فريق مانشستر سيتي وظهوره بهذا المستوى مع فريق السيتيزن مع جوارديولا، أيضا وجود باولينيو اللي ذهب إلى برشلونة وأحرز هدف على أتلتيكو مدريد، وبقى دلوقتي مستوى تهديفه 4 أهداف في الدوري الإسباني. كل هذه الأمور مع وجود داني ألفيش ومارسيلو، 2 في تشكيلة أفضل 11 في دوري أبطال أوروبا، كل دول بيضع البرازيل مع وجود ديفيد لويز ووجود ماركينيوس. يعني هبتدي أقول لك بقى على نجوم البرازيل، هتكلم معاك للصبح. وتصدرهم لطبعا المشهد والتصفيات أمريكا الجنوبية، وفازوا على كل المنتخبات بمن فيهم الأرجنتين. ده خلى خواكين لوف أنه يقول لك أن من أبرز المرشحين اللي موجودين معايا هو فريق البرازيل، على الرغم أن وجود الأرجنتين بنجومها كتار دول ميسي وأجويرو، ولكن البرازيل فريق غير أنه هو فيه نجوم، هو فريق بيلعب بروح الجماعة، وعنده مدرب على أعلى مستوى، وده اللي مخلي أن البرازيل هم أفضل منافس هيكون موجود. وأيضا وجود الأرجنتين وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا، هو هدخل حتى إنجلترا، وده حتى بالنسبة للتصريحات حاجة كانت يعني مفاجأة إلى حد ما. ولكن فرنسا مع وجود هذه النجوم الكبار دي تعتبر أو تحسب له بشكل كبير جدا. This world that my high rise looked back and said, oh, I see.
الخبر اللي جاي خبر مهم جدا بيتمثل في دولة فلسطين الشقيقة، وقضية مهمة جدا ان دولة فلسطين يعني تتباحث مع وتطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا انه يفعل شعاره وهو الفير بلاي او اللعب النظيف والحيادية ما بين كل الدول. فلسطين دولة محتلة من الكيان الصهيوني، ودولة فلسطين بتطلب من الاتحاد الدولي كرة القدم ان في مستوطنات بتزيد في الدولة الفلسطينية، دي المستوطنات بتتبع الكيان الصهيوني، ابتدى ينشأ فيها أندية وتمارس فيها كرة القدم، والاعتراف ان هذه مستوطنات ملهاش حق اصلا الكيان الصهيوني انه يتعامل عليها. فالصراحة رئيس الاتحاد الفلسطيني السيد جبريل الرجوب مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة رام الله قال أنه هيتوجه لمحكمة التحكيم الرياضي للاستفادة من عدم خضوع المحكمة لأي وصاية، ودي المحكمة الرياضية اللي احنا بنأمل فيها ذلك. وقال أن رفض قرار الفيفا القاضي بالتزام الحياد في قضية أندية المستوطنات وأنشطتها في الضفة الغربية معترف أنه هو يخالف قوانين الاتحاد الدولي ذاتها والقانون الدولي. هو ده اللي أنا ابتديت فيه حواري، هو بيطلب من الفيفا ان انت حط لنا شعار الحياد وفور ذا جيم وفور ذا وولد، الكلام اللي حتى في الشعار اللي ورا الصوره والفير بلاي كده، مش هيبقى فيه فير بلاي. ما هو دي دوله بتعمل مستوطنات، هذه المستوطنات عندها انديه، الانديه ديت هتشارك، فانت كده بتاخد مش بس ارضي بتغتصب، لا ده بيتمارس عليها نشاطات تاني. وقال ان قرار الفيفا صدر رغم تقديم الامين العام المساعد للامم المتحده رساله للاتحاد الدولي مفاداها بان وجود نشاط رياضي في المستوطنات يتعارض مع قرارات الامم المتحده، يعني كمان الامم المتحده اللي هي بتنظم كل شيء في العالم بتقول ان ده غير قانوني، غير قانوني ان يبقى في مستوطنات وهذه المستوطنات يقام عليه، لان موضوع امر المستوطنات اصلا لم يتم حسمه، وهو في الاول او في الاخير هي اللي تحسب ليه دوله فلسطين، ودوله فلسطين كانت موجوده وستظل موجوده رغما عن انف اي حد. دي قضيه مهمه جدا جدا، وعايزين نقول ان الرجوب قال ان كان في اتصال ما بين بنيامين نتنياهو وانفنتينو رئيس الاتحاد الدوري. طبعا انتوا عارفين ان نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني، وتم الاتفاق ان خلاص هنعمل بقى انديه. وعلى فكره ودي حيله يهوديه، لان انا لما يكون اخد مستوطنه واحط فيها بقى نادي والنادي ده يمارس، يبقى كده بقى من حقي ان انا بمارس كل حياتي الطبيعيه في هذه المستوطنه، فده يمنع حق الفلسطينيين، ولكن ان شاء الله الفلسطينيين ياخدوا حقوقهم في هذا الشأن. خبر اخر بيبين لك ان المجتمع السعودي داخل على التحضر اكثر، ورسميا المراه السعوديه بيسمح لها انها تحضر في الملاعب السعوديه. كنا بنشوف جمهور من السيدات السعوديات ولكن في الملاعب اللي خارج السعوديه، كنا بنشوف ممكن في كاس العالم، في كاس اسيا، في دوري ابطال اسيا، في الحاجات اللي هي بره المملكة العربية السعودية، ولكن بيبقى في خلاص يتم الهيئة العامة للرياضة بالمملكة السعودية سمحت بدخول النساء والعائلات لملاعب كرة القدم بداية من شهر يناير من عام 2018، وهيخشوا داخل مقصورات مخصصة للعائلات فقط، وهيتم تخصيص 10% من الطاقة الاستيعابية لاستقبال العائلات. أعتقد أن هم ثلاث ملاعب، منهم ملعب الجوهرة اللي في جدة، وفي ملعب آخر في الدمام، وأعتقد أن يكون في ملعب تاني في الرياض. يعني بداية مرة تانية احنا شفنا المرأة ابتدت تسمح ليها في السعودية انها تقود السيارات، وايضا ابتدت تخش في ملاعب كرة القدم.
ده كان اخر خبر معايا النهارده. وقبل ما اختم بكرر مره ثانيه، افتحوا الفيتش لجمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي يحتاج جماهيره قبل السفر الى المغرب. ان شاء الله النادي الاهلي قادر على العوده من المغرب فائزا ببطوله دوري ابطال افريقيا. والتسعه يا اهلي حتى القاكم، تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.